قليل ما هم. إذن أين هذين الذين كانوا يلعبون الكرة لا وجود لهم في ملاعب الكرة ولا في المساجد؟ أين هم أمام شاشات الدش حفظه الله ورعاه؟ أمام شاشات الدش يتربون، يتربى الواحد منهم على أن يكون خنزيرا وعلى أن يكون ساقطا لا إيمان ولا حياة له. هذا هو الواقع الذي نعيش به الآن، فضلا عن سمو محبة الله وسمو محبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تلك قمم قالوا زهدنا فيها، ولا عهد أبو بكر وعمر وعهد مصعب وعهد أسامة بن زيد والمثنى وعكرمة، أين سعد وخالد والمثنى وعكرمة، عهد من صافحوا العلا بالآيات المكرمة. انتهى. الآن نحن في عهد التطور والتمدد، في عهد يكون فيه الإنسان عشان يكون متحضر يقلب كيان رأسا على عقل، فإذا نظرت إليه تقول هذا إيش، إنسان ولا صخلة؟ لا شعره شعر إنسان ولا هيئته هيئة إنسان، ما هذا؟ يا حسرة على العباد، ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه، ألا موت لذيذ الطعم يأتي يخلصني من العيش الكريم. عيش كريهة أصبح الإنسان فيها ينظر ولا يستطيع من أمره شيئا، لو حكموني بالعصا لم آتني تأديب كل فاسق وأردني. نعم، مهزلة في التربية، هذه تربية الأبناء الآن، ومواقيت موقتة في الأوقات التي ينبغي أن يكون فيها الذهن متأهب للمذاكرة والتعلم والتعليم. الآن الولد مع الكابتن ماجد بن الكابتن رافع في تلك اللحظات التي يصفو فيها ذهنه ويتأهب للمذاكرة يكون أمام شاشة تلفاز أمام رسوم متحركة، كيف ينجح هذا؟ وهم تعمدوا هذا أعداء الإسلام حتى ما يتفوق الأبناء. وأقولكم أمر أستطيع أن أجزم به، أبناء الإسلام لن يتمكنوا به في الوصول لمرتبة الغرب فيما هم عليه الآن من الصناعة ولو حاول. نحن في مدارسنا الآن ندرس القواعد فقط، وغيرنا يصنع الصاروخ والقمر. إذا تفاخر أقوام بقنبلة جئنا بأشرطة تحوي أرانينا. لن يستطيع، ولن نستطيع، أبناء الإسلام لن يستطيع، ولكن نستطيع أن نجعل أعداء الإسلام يركعون أمام الإسلام متى ما طبقت مبادئ الإسلام. هذا الذي نستطيعه.